رجال ولا بنينا نصب الخيمة. يقولون واحدة اسمها أم لقمان، هذه بنت عقيل بن أبي طالب، كانت ملاصقة لزينب قبل سفرها. اي والله دخلت على الخيمة تسأل عن زينب، أين ابن أبني، أين ابنة أمير المؤمنين؟ تسأل من تتوجه لمن؟ ليلى تبكي على علي الأكبر، رملة تبكي على القاسم، الرباب تبكي على الرضيع، سكينة تبكي على أبيها. لمن تتوجه؟ نظرت في كسر الخيمة وإذا امرأة جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها. جاءت إليها: أمة الله، أسألك أين زينب ابنة أمير المؤمنين؟ رفعت زينب رأسها: أم لقمان أنت؟ قالت: نعم أنا أم لقمان. فمن أنت يا أمة الله؟ إيش تتصور يعني تجاوب شنو؟ الله يا أم لقمان نسيتي زينب؟ أنا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح، فاني أنا متمرمرة من صغر. الله يا زينب، أكو كلمة جايين على وفاة زينب ليلة بكرة، خلينا ويا زينب سلام الله عليها. كلمة للسيد الخوي في بحثه الخارج، قالها وتوقف بحثه. صار السيد يبكي حتى أبكى من حضر. تدري ايش قال؟ إن يوم عاشوراء أشاب رأس عمتي الحوراء. بعد يوم كربلاء زينب ما بها من جلد، ما بها من قوة، نحل البدن، شاب رأسها من الهم. اي والله، بينما هي جالسة وإذا بضجة خارج الخيمة. شنو اللي صاير؟ قالوا له: هذا محمد بن الحنفية أقبل لزين العابدين. خرجت زينب: السلام عليك يا محمد. وعليك السلام. ما عارفها، أنكرها. قال: من أنت؟ لعلك زينب الهاشمية. قالت: لا يا محمد، أنا زينب المسبية. يعني دخلونا على المجالس، مشونا بسكك الكوفة والشام، أوقفونا على الأبواب يا محمد، وكأنما بهذه الكلمة تريد تبعث لعتاب. وينك يوم عاشورة؟ ما إجيت لأخوك الحسين وإخوانك؟ تقل منك خلى الميدان، شنه السبب ما جيت؟ شلت العلم ليهم وحد السيف رويت. يوم الجمل بالكون بالبصرة سويت؟ لحد عليك يفوت كون الغاضرية. أرد أخبرك عباس وحده راح للماي، صول وانا حطيت شفيني على حشاي، أفنى العدى بسيفة ولن ابن النبي جاي. ويقول لحد شمتة العدوان بي، خلاه بالمسنات لا هامة ولا زنود، وتسرعوا كلهم وظل حسين مفرود. وانصرع تاليهم وصرنا العصر فرهود. الله يا ضيم الجرب ذيك المسيح، يا ضيم حالي يوم شب الخيم بالنار، فريت مدهوشة ورايا صغار وكبار، وعلى الحراير ما بقى برقع والأخمار. والليل جاني وحش العالم علي، ما يصير ما جاكم خبر عن هالمصايب، خلت عضايا من حلا والراس شايب، والدهر راواني بهالسفرة عجايب. وجينا بلي حسين لديار خلية،
قالها يا زينب وصلت كل الأخبار، لكن خبر واحد أريد أستفسر منه هذا الخبر. إذا صح هذا الخبر حق لأخيك محمد أن يذهب إلى البر لتأكله وحوشها. ما هذا الخبر يا محمد؟ قال شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد، قالت اخبرني الدهر بلكت يسويها ويزيد. قال دشيتي صدق حسرة على الفاجر. اي والله، قالت اي والله دخلنا ومجلسه مملي جنان.